حرم زينة الله التي أخرج لعباده من والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. شوف الآية اللي عقب الآن، الآية الأولى اللي تتكلم عن الزينة تقول قل من حرم زينة الله، الله ما حرم، لكن الآية اللي عقب تقول قل إنما حرم ربي الفواحش. وإيش ربط الفواحش بالزينة؟ الزينة التي تستر العورات وتصون الأنفس هذه محللة، أما الزينة التي تحرك الشهوات في خارج الإطار الشرعي هذه تنشر فاحشة. الله ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني مو نهى عن الزنا، عن المقدمات أيضا. إذا المرأة زينت لغير زوجها صارت زينة تخلق فاحشة في المجتمع، كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم؟ يبدأ الفساد من المرأة لأنه عنصر إغراء. فالإسلام يقول الزينة من حرمها، لكن الزينة التي تنشر مجونا وشهوات تتحرك خارج الإطار الشرعي هذه محرمة. تتزين المرأة لغير زوجها، تطلع بتزين أمام رجال الأجانب، هذا محرم. إذا نحن ما نحارب الزينة، احنا نوظف الزينة في المكان الصحيح. وإلا الزينة مهمة في العلاقات الاجتماعية. شلون يعني؟ يعني تخيل عندك صديق ما يسبح وفي برثة وكله وصخ، ما تطيق تقعد وياه ولا تطيق تماشي، الاجتماع ما يقوم إلا على الحب وعلى الحسن، ويتنافر من القبح والكراهية. والزينة عنصر جمال وعنصر حب وعنصر انجذاب وحسن. إذا ما في زينة في المجتمع ما حتطيق قد أحد. بالتالي احنا الزينة نريدها في الإطار الصحيح التي تربط العلاقة والتي توطد بين أفراد المجتمع ولا تحرك شهوات. وهذا بنتكلم عنه في بقية الحديث الآتي إن شاء الله.